على مدى الأسابيع الماضية التهمت النيران آلاف الهكتارات بالأقاليم الشمالية للمملكة، تشردت عائلات وأزهقت أرواح. هنا القصر الكبير، النيران أتت على الأخضر واليابس، التهمت آلاف الهكتارات. غابات ومنازل تحولت إلى رماد، أسر خسرت كل شيء، مئات القرويين تركوا ممتلكاتهم وأراضيهم التي يرتبطون بها بشدة، فقدوا مواشيهم، وتحولت الغابة والأراضي الفلاحية التي كانت مصدر عيشهم إلى رماد وسواد. اللي كان ملك كله مشي، اللي ما بقى لي حتى حاجة مرة بصفة نهائية. مشيت للفلاحة بالإجماع، مشيت للشجار المثمرة، مشيت للزيتون، مشيت للدجاج، مشيت للقنية، مشيت للحجيل، مشيت اللي عندي كامل الدمار اللي فهمتي، مشيت للآلة ديال السقي، مشيت للموتور، للجعاب، المهم اللي كان ملك كله ما بقى لي حتى حاجة. مشيت للتمن ديال الكسيبة، مشيت للجمع الأشياء، مشيت ولا وصل عندي شي واحد وسألني وقال لي شنو جاري لك ولا هذا، لحد الساعة عيت ما ندق في أي باب ولا أو شي حاجة ديال الدعم، ما كاينه شي مرة بصفة نهائية. حتى تيك الدعم اللي عطاو مثلا استفدوه الناس الغير اللي هما في إسبانيا، اللي هما في طنجة مقيمين، ما عندهمش حتى المش، ما عندهمش في هذه الأرض هذه. كنطلبوا الإعانة أستاذ، ما بقى لنا حتى حاجة مرة بصفة نهائية، مدمرين مرة بصفة نهائية، أقسم لك يمينا بالله ما بقى لي قوت يوم. شطط يعني شطط الدار بعجوبة فقط، هذا اللي شطط، مش عجرم قالي والو مرة بصيفين. اللي كان ملك في حياتي كله الضمار في ميلو دي المقانة ما لحد ساعة مضمر، أقسم لك يمينا بالله الأسرة ديالي مضمرة، طاحت بنتي وطاحت الوالدة ديالي، بنتي تهزت من طنجة راه مازال ما جبتها، والوالدة عجبتها، الوالدة عندها التنفسي، عندها الحساسية اللي عنده هذه 20 سنة عند الرابو، وفي تلك اللحظة ديال الدخان وهذا صافي طاحوا بجوج بهم. وانا لحد ساعه اقسم لك يمينا بالله العلي العظيم لم دمر نفسيا، والله العلي العظيم لم دمر نفسيا، ما استفدت اقسم لك يمينا بالله العلي العظيم ولا ديت ثلاثه زيت مره بصفه نهائيا. وعندي خمسه ديال الاولاد، وانا والمراه والوالده معايا، والوالده عندها الدوام زمين وهذا، ولا شي واحد يسال فيا. لا اله الا الله محمد رسول الله. والزرع الفلاحه مشات، التبن مشى، الزيتون مشى، كل شيء مشى. العافيه كانت تجي في السماء، العافيه في السماء، والله ما هرتي لك هذاك لك داك لك، ما كاينش العافيه لا ما جا في السماء. واش وصل كيفاش نيو طرات ليلو، ما كاين لا غابه لا والو، غرفه عاليه حال جد ما الشرقي كتجي العافيه في السماء، ما جا العافيه في السماء. استفاده الدوله عطاتنا 15000 درهم هي اللي كاينه، جوج خشاد الشعل شحال يديروا لك انت كتشوف الدار كامله مهدومه كامله. استفاده مع المحسنين ما استفدناش، استفدنا الا ديك البركه الشنيطات حتى 18 وما اللي كاين فلوس ما كايناش، وهذا الشيء اللي كاين صافي. انا قصنا كل شيء، ودابا باش تصلح هذه ديال الزنقات كدير 15000 فرانك 16، واش مليون ونص ولا مليون ونص يجيب لك الصغار الدار؟ ما صغاب والو، شحال صغاب يلا شنو صغاب؟ العاود كيدير 65 درهم الكيزه، من العقد الرطال وطلع 70 30 35 درهم، ايوا ما كاين والو، ما كافيه والو. وفي الاول قال لنا ما بقيتش يداكم في الديار مره، الديار ما بقيتش يداكم فيه مره، قال لك حنا نعوض لكم الديار تكونوا مجيرين. مع ذلك بقينا نتناو ما عرفش شحال، ما جبنا ب 15000 درهم، شحال تدير لك؟ شنو عاد دير؟ ما عندهاش ما دير والو. ورغم أهمية البرنامج المستعجل الذي رصدته الحكومة لدعم الأسر المتضررة، إلا أنه يبقى غير كاف أمام حجم الخسائر وفداحة الضرر الذي لاحق الأهالي بعدما فقدوا كل شيء. والأمل، كل الأمل، أن تتضافر جهود المحسنين للتخفيف عن ضحايا ومنكوبي هذه الحرائق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.